الناحية التانية النادي الأهلي. النادي الأهلي موسم صعب جدا الموسم الماضي، والنتائج كان فيها بعض الخسائر. مدرب جه في غفلة ما يعني ومشي على طول، ما قعدش كتير. الأول سواريز شايف إنه ظلم ولا كان هو الظالم؟ لا هو بص، هو مش مقنع. انا بالنسبه لي مش مقنع، يعني في ستايل كده معين بشكل باداء بحاجات معينه بتديك المدرب ده. طيب انا سواريز لما جه، انت النهارده راجل اتفرض عليه بعض الامور، ان الناس تريح وانت تكمل، وان الدوري راح فابدا اشتغل بالصغيرين وابدا الكلام ده كله، فاصبحت النتائج هزايم وتعادلات واداء ما فيهوش اقناع. طب انا النهارده انا كنت من الناس اللي مع فكره ان هو يمشي. ليه؟ لان انا هجيبه السنه الجايه. طب بدا بهزيمتين ولا هزيمه ولا ثلاثه؟ طب هتبدا تغيره وتجيب واحد لسه ما يعرفش الفرقه صح، عشان يخش من اول وجديد، فتبدا تخش في اللي حصل تاني صح. فالنهارده لا، انت عشان تجيب مدرب، انا بتكلم على شغلي، عشان اجيب مدرب زي اللي جه موجود دلوقتي، بدا حد فتره اعداد، بدا يشوف اللعيبه، بدا يعمل ماتشات ويعمل عليها ايه السريه ومحدش يصور، فالراجل اقنع الناس الموجوده، سيطر على الفرقه.